بعض لفقرة المعرفة، وعندنا اليوم سلمان حافظ المتخصص في براندات الأزياء. خلونا أكيد يا بنات، إحنا نعرف أنكم عندكم ثلاثة أشياء جدا تعزوها، هي الشنط والأحذية والمجوهرات. أما عن موضوع الأحذية فإنه كلنا نعرف أنه لوبوتان شوز عندكم جدا تعزوه، وكريستيان لوبوتان من أشهر مصممي الأحذية اللي يسبب إيرادات مرة كثيرة في السنة بسبب حبكم وعشقكم للجزم. الشيء اللي أقول لكم هو كمان أنه ترى تعرفوا أنه ستيلتو المشهور هو من تصميم المصمم الإيطالي سلفادوري فيراغامو، واللي صممه للممثلة المعروفة في هوليوود مارلين مونرو. وكمان بعدها مين جاء؟ هاري وينستون. هاري وينستون هو المجوهراتي اللي صمم انه يحط الروب الاحمر في جزمه، وفي جزمه من الجزم اللي هو صممها، وحب انه هو يبيعها بكم؟ 3 مليون دولار. تتوقع انباعت؟ والله ما ادري. وبعد الفاصل، كيف تستطيع رفع المناعه لمواجهه الامراض؟ انتظرونا.